السلام النور والتنوير والإبداع مشاهدينا دائما في آي تي شو. هذا أحمد يوسف يحييكم، وارتباطات وزواجات تكنولوجية ومعرفية تبعث الأمل والثروة. الحدوتة العلمية مختلفة دائما في هذا البرنامج. الحدوتة الأولى في القسم الأول من هذا الحوار جوازة ما بين الزراعة والآي تي والبيئة. ما هي التطبيقات الذكية في عالم البيئة بطريقة خضراء؟ تطبيقات ذكية خضراء عنوان هذا الحوار مع خبير دولي مصري في هذا الصدد، عمل في منظمة الفاو كمستشار سابقا، وله نموذج أيضا في هذه الزواج ما بين الآي تي والزراعة والبيئة. دعونا نستفهم عن هذه القصة وإحنا كمشاهدين الآن في هذا الوقت والتوقيت اللي إحنا بنحاول نعلي أو نعود مرة أخرى لتعلية منسوب المعرفة الخاص بي، الزراعة، البيئة، التكنولوجيا، الاستدامة. ما هي الحدوتة وكيف نطبقها في حياتنا اليومية؟ دكتور مجدي ملوك ضيفي في هذا الحوار، مرحبا بك. أهلا وسهلا، نورني. شكرا على المقدمة اللطيفة. سعداء بك وبحضورك لاستوديو آي تي شو وبالجوازة اللي حضرتك اتكلمنا عليها. تطبيقات خضراء هتفيد مين؟ هتفيد ثلاث محاور مهمة، هتفيد الاقتصاد، وهتفيد المجتمع، وهتفيد البيئة. ودي المحاور الثلاثة دايما في موضوع الشركات الخضراء. شركات تعمل بناحية اقتصادية بحتة. اقتصاد هنا معناه ان مدخلات الانتاج تكون مدخلات مستدامة طبقا لشغل او تعريفات الامم المتحدة، اللي هو عدم الجور على الخامات المحلية، نحن نترك للأجيال اللي جاية شوية من الحاجات الموجودة أو الخامات الموجودة في البيئة. والمخرجات بتاعة العملية الإنتاج، يعني العوادم اللي خارجة من المصانع دي اللي بتاخد المدخلات، ما تأثرش على البيئة علشان صحة الموجودين حاليا. يعني احنا بنحافظ على الأجيال اللي جاية وبنحافظ على صحة الموجود حالي، صحته دي ناحية، وتوفير فرص عمل للحاليين دي ناحية، واقتصاديات المنتج عشان يناسب دخل الناس وذوق المستهلك دي من ناحية تانية أو تالتة. من ناحية رابعة إن عوادم ومخلفات الإنتاج ما تبقاش عبء على البيئة. فإحنا في منظومة اقتصادية كبيرة جدا. العامل الرئيسي لاختيار توليفة صحيحة اقتصادية اجتماعية بيئية، العامل الاوحد هو تطبيق تكنولوجيا المعلومات. لانه اتخاذ القرار الانتاجي في عصر تكنولوجيا المعلومات لا يعتمد نهائي على الخبرة ولا على العلم ولا على المال. تمام؟ هنا بنقول ان الدعامة الرئيسية للاقتصاد في الشركات الخضراء هي الاي تي، لان الشركات الخضراء بنقوله شركات متصالحة مع البيئة. متصالحة مع البيئة يعني ايه؟ يعني ما بتضرهاش. طيب انا عشان اكون واضح مع الجمهور، في نوعين من الشركات الخضراء، في الشركات العادية اللي هنحولها لشركات خضراء. تمام. واعتقد ان حضرتك لا بتكلمنا عن النوع التاني اللي هي ازاي الفلاح او الناس اللي عندها اراضي او العمال يبقوا يتحولوا الى انتاج زراعي صناعي في شركات خضراء، صح كده؟ تمام. انت بتكلمنا عن الجزء التاني. لان لما بنقوله الفلاح او المنتج الزراعي، المنتج هنا هو في عصر التكتلات الكبيرة اللي احنا عايشين بيها في العالم، ما ينفعش ان هو ينتج لوحده individual، لانه اتخاذ القرار الفردي قرار فيه مخاطر عالية جدا في التسويق وعالية جدا في الانتاج. وبالتالي يظهر في مصر مصطلحات قديمة كلنا عارفينها، يقولوا على معظم الانتاج مجنون، القوطة او الطماطم مجنونة، البطاطس تبقى مجنونة، كل حاجة تبقى مجنونة، لان القرار طلع بدون رؤية عامة للسوق واحتياجات السوق. الرؤية دي يعني احنا هنا هو في منهج ادارة سلاسل الانتاج باستخدام النموذج اللي احنا اصدرناه من سنتين وحاولنا تطبيقه في مصر، وما زلنا بنحاول بجدية ان مصر تستخدم نموذج ملوك لادارة سلاسل الانتاج. ده في بعض الدول اللي احنا زرناها في جنوب اوروبا، يعني في ايطاليا، في اسبانيا، في اليونان، الدول هناك تقريبا عندهم سيستم قريب من السيستم اللي احنا نشرناه. تقصد كسيستم معلوماتي اي تي
للزراعة. لأن اتخاذ القرار بيتم إزاي؟ لو حضرتك تشوف المنتج اللي هو المزارع سواء كان شركة أو مزارع صغير بياخد قراره إزاي؟ ما دي المشكلة اللي عندنا. هدي مثال عندنا عملي كان بالتفاح في الأشهر الماضية، كان حسب المعلومات التي وردت بيطلع من الأرض بجنيه، يوصلنا في 15، إزاي؟ هنا بقى الاي تي هو اللاعب الرئيسي في الموضوع ده. هو طبعا التاجر لما بياخد من الفلاح او من المنتج بيقول له حاجه اسمها عرض وطلب، ودي نظريه بيستخدموها التجار بشكل لصالحهم. الغرف التجاريه هي المستفيد الوحيد من غياب تكنولوجيا المعلومات مع الاسف الشديد. ممكن يزعلوا مني لكن ده الحقيقه، انه طول ما المعلومات غايبه طول ما التجار واخدين راحتهم بقصة اسمها العرض والطلب. النموذج اللي احنا شايفينه على الشاشة ده هو ده النموذج بتاعنا بشكل تعاوني. التلات حلقات بتاعتنا المنتجين والسبلايرز اللي هم اللي بيدوا لهم مستلزمات الانتاج، الامداد والماركتنج او التسويق، دول التلات حلقات الرئيسية. لما نشوف بداية التسويق اللي هو المخرج بيروح فين؟ بيروح في تلات مخارج ما لهمش رابع. يا بيروح للسوق المحلي فريش بالنسبة للمنتجات الزراعية، يا بيروح للتصدير، يا بيروح للمصانع بيصنعوا مواد غذائية. مفيش حاجة رابعة، هم التلاتة دول. طيب كل حاجة من دي محتاجة كميات ونوعية وامتى بالظبط المنتج ده هو. تمام؟ يعني لو في حالة التصدير، لو في عندنا مصدر مرتبط بتصدير عنب مثلا لأي دولة أوروبية، فهو محتاج ان هو العنب ده له مواصفات، معايير طبعا الجودة، له مواصفات شكلها ايه وله شكل التعبئة ايه وله الميعاد امتى، لانه القدرات التنافسية لكل بلد مختلفة. يعني مصر مثلا في اوقات معينة بتنتج حاجات ما تنتجهاش غيرها، فيبقى السعر افضل موسم في العالم في الاوقات ده. هي احنا خريطة التميز المصري مش موجودة حتى اليوم مع الأسف. مفيش خريطة واضحة للتميز المصري. مفيش خريطة نقدر نقول إن أنا هصدر لفرنسا العنب في شهر 6 مثلا. علشان لما نيجي نتقل على الزبون اللي هو يقوله تقل صنعة. طب إحنا هنتقل لإمتى؟ يعني الخرشوف مثلا نقوله في شهر ديسمبر. لو بعد ديسمبر لو تقلنا على الناس علشان نقوله السعر يغلى شوية يدخل تونس. علشان الأحوال الجوية في مصر هنا التميز بتاعنا لغاية آخر ديسمبر. لو ما بعناش تخش تونس، يبقى اعلى سعر وصلنا له تيجي تطلبه ما تلاقيهوش خلاص. ولو تونس بعدها باسبوعين تخش اليونان، الجو يتحسن عندها. فاذا انت لازم تعرف الفاليو تشين بتاعتك او القيمه التنافسيه للمنتج المصري امتى. دي محتاجه خريطه لازم تعملها وزاره الزراعه ضروري، خريطه معلوماتيه طبعا. اقدر اقول للمصدرين مصر امتى متميزه في البطاطس او في البطيخ او في الكوسة او في اي حاجة. فهي دي اللي ممكن تساعد بشكل كبير جدا على زيادة الناتج المحلي. انا عايز بس اعرض النموذج لان هنا واحنا في اسبانيا وانا معايا الدكتور حسين منصور اللي هو حاليا رئيس هيئة الرقابة الغذائية، وكنا مع بعض وشفنا التشين بتاعت زراعة الزيتون، وشفنا العلاقة ما بين منتجين الزيتون وصناع الزيتون وتجار الزيتون ومصدرين الزيتون. الحلقة كاملة بيعملوا كوبريتيفز او تعاونية لانتاج الزيتون، والكل بيشتغل بوين وين سيتويشن. وهنا المعلومات واضحة قدام السلسلة بالكامل، فما يقدرش تاجر ياخد بجنيه زي ما حضرتك بتقول ويبيع بعشرة، مفيش الكلام ده هو، لانه كلهم مشتركين في ادارة السلسلة وكل واحد له دوره لغاية ما يطلع المنتج النهائي، المنتج اللي هو زيت زيتون او حتى المخرجات اللي هو الباي برودكت، التفل اللي طالع او اي منتجات طالعة من الزيتون او النوى او كل حاجة طالعة لها وظيفة ولها سعر، كل ده في النهاية بيحسب ويروح للكل بالعدالة. في حاجة ده من زمان معروف ان ادارة انتاج ده ماله مال الاي تي. الاي تي هو الاوبريشن مانجمنت، يعني ما هو الاي تي هو اللي هيخلي المجموعة تعرف تتخذ القرار الصحيح بناء على معلومات اكيرنت، المعلومات الدقيقة مش معلومات مضروبة. يعني ما بنغذيش الكمبيوتر بمعلومات غلط، لانه الكمبيوتر او البرنامج زي برامج الاي ار بي الانتربرايز ريسورسز بلاننج، اي معلومة خطأ بتتحط بتسمع في حاجات تانية فيتفضح اللي حاططها ان هو ويبين الخطأ، ولكن الرقم ده مش مظبوط. لانه لما تيجي القريه من القرى
او جمعية تعاونية موجودة في منطقة من المناطق، ويقولوا احنا عايزين علف مثلا 100 طن علف كذا، ذرة صويا بتاع، واما نلاقي تعداد الحيوانات عندهم مثلا 1000 راس، طب انت عايز 100 طن تعمل بيهم ايه؟ لانه هيجي لك الروشتة يقول ان دول احتياجاتهم كذا، انت طالب كمية يا اقل يا اكتر، فما ينفعش تطلبها. يبقى اذا الموضوع كله التكامل اللي بيتم بناء على معلومات بتغذى، عشان كده ما يقدرش جمعية تعاونية تدي احصائيات خطأ، هتتفضح على طول الاي تي، هيبان ان هم عملوا غلط. لان لو قلنا جمعية كذا مثلا مساحتها 1000 فدان يمتلكها 100 مزارع او 200 مزارع بمتوسط مثلا 5 فدادين لكل واحد، تمام؟ اما تيجي تشتغل على البلوك ده اللي هو الالف فدان وتقول ان هم عايزين قد ايه سماد وقد ايه كذا ومنتجهم كذا ومخرجاتهم ايه، وتعمل الخريطه الانتاجيه بتاعتهم على مدار المواسم كلها طول السنه، تقدر من هنا تحسب احتياجات الارض دي بالظبط وما يبقاش فيها اي مشكله في الامداد. طب بمناسبه الاي تي، انا كبقى كمستهلك، ايه الابلكيشنز بقى اللي ايه يخليني اتابع العمليه دي واشوف السعر كام والسوق والبورصه وكده اهوت، وقبل ما انزل ابقى متابع اسعاري وكده اهوت؟ احنا العناصر المشتركه في الاي تي هتكون 8 عناصر، 8 عناصر مشاركه في النظام ده، هو مشترك المنتج علشان يعرف هو هينتج ايه بكميات قد ايه والمين، ده الفلاح. وهنا شغله لازم يكون بالتعاقد، ما ينفعش الشغل اللي هو بايع قبل ما يزرع، بايع قبل ما يزرع. بس مش زي ما بنشوف مع الاسف ان هم يجيبوا مثلا جمعيه منتجي الفراخ مع ناس بتنتج ذره ويقولوا ده تعاقد، ده مش تعاقد. العقد اللي احنا بنشوفه لما تشتري عربيه او تشتري شقه او تشتري ارض اللي هو بين طرفين، طرف اول بائع وطرف تاني مشتري، ويكتبوا بند تمهيدي كده هو يوصفوا العمليه اللي هم بيشتروها ويقولوا ان البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من العقد، دي العقود العاديه بتاعه البيع والشراء. العقود بتاعه الاي تي بقى بتاعه سلاسل الانتاج مشترك فيها 7، بس انا بقول قلت قبل كده 8 لان دخلت المستهلك جزء في المنظومه طبعا، لان احنا بننتج عشانه عشان هو يشتري. لكن السبعه دول مين بقى؟ السبعه دول مين؟ اللي هي عشان هنا بنقوله قادره على تطبيق التكنولوجيا الشركات ده، هي واحنا بنشوف المصانع دي. الصوره دي انا مصورها بالكاميرا بتاعتي في اليونان، لان المصانع هناك حاجه محترمه جدا يعني. طيب ايه السبع دول؟ المنتجين، تمام، السوق اللي هو التجار، لان التجار هم اول معلومه بتدخل في المنظومه بتاعه نموذج ملوك علشان بيقولوا احتياجاتنا ايه. دول بيبقوا قلنا 3 اصناف، البند ده 3 اصناف، المصدرين، وهنا هيقولوا ارتباطاتهم ايه بالسوق الخارجي، لو واحد بيصدر لدول الخليج ولا لروسيا ولا الصين اوروبا، يصدر ما يصدر، فبيقول انا محتاج كم طن برتقال، كم طن طماطم، كم طن رمان، وهكذا. لما بيقول انا عايز ايه وبالمواصفات اللي هو متعاقد عليها مع الطرف الثاني، ها المعلومه دي بتوصل لحاجتين، بتوصل للمنتجين وبتوصل للسبلايرز اللي هم اللي بيمدوهم مستلزمات الانتاج. لان هنا التجار اللي بيجيبوا مستلزمات الانتاج ما بيجيبوش مستلزمات انتاج ويشوفوا العرض والطلب ويشوفوا ترى هتتباع ولا لا، ويحطوا لها مخازن ويشوفوا ويجسوا النبض دي هتمشي ولا لا ويقنع الزبون. ده هو بيشتري اللي يلبي عمليه الشراء المطلوبه. فلما بيقولوا عايزين العنب في كراتين من نوع معين، في الحاله ده هي السبلايرز بيجيب الكراتين دي المطلوبه، ما بيجيبش اي حاجه. لما بيقول عايز في كراتين بلاستيك او في عبوات بلاستيك مساحتها كذا في كذا ويتحط فيها كام ثمره، والثمر ده يتحط في ورق شكله ايه، كل المواصفات ده هي السبلايرز بيشتريها ويجيبها علشان يحقق الطلبيه دي. فاذا هنا هو ما فيش حاجه بتيجي عشوائيه، ده بتيجي علشان تلبي الاوردر ده. يقوم الراجل المنتج اللي هو الفلاح او الشركات اللي بتزرع، اما يجي يشتري البذور يشتري بذور الاصناف اللي طالبها السوق، ما يشتريش اي بذور. يعني هو عايز يزرع بطاطس، يزرع بطاطس يلاقي صنف الفا ولا اسبونتا ولا اي صنف من دول، البطاطس الكبيره دي، يقول دي بطاطس حلوه. حلوه لمين؟ هو انت هتاكلها ولا هتبيعها؟ طب ما تشوف الزبون او السوق طالب ايه وتقول حلوه ولا لا.
يعني السوق هو اللي يقول حلو ولا مش حلو، مش انت، لان انت مش هتاخد اللي انت زرعه ده مش لبيتك، ده للسوق. فاذا لو الثلاثة دول قالوا احنا عايزين بطاطس كبيرة عشان الشركات اللي بتعمل الشيبسي والبطاطس المحمرة والمقلية ومش عارف ايه، فعايزين بطاطس كبيرة، في شركات تانية عايزة بطاطس صغيرة، في بطاطس في وهكذا. فالنوع ده هو السبلايرز بيجيب التقاوي المناسبة للي عايزه الماركتينج. لو عايزين طماطم عشان تتعمل سلطة ولا عشان تتعمل صلصة، تمام، فالصلصة عايزة حاجة طرية وأحمر، فهيشتري التقاوي المناسبة للسوق. تمام. يبقى دي الثلاث عناصر دول، السبلايرز والماركتينج والمنتجين. فاضل لنا كام؟ أربعة. تمام. الأربعة دول داخل فيهم البحوث. البحوث الزراعية مهمة جدا للنهوض بالزراعة. لو في حد عنده مشكلة في المزارعين، المشكلة بتتحط في الداتا بيز بتاع المشكلات علشان يتعمل عليها خطة البحث العلمي. ما يتعملش أبدا بحث علمي ما بين أدفايزر أو مشرف أكاديمي مع طالب بحث علمي، هم يقولوا مشكلة من دماغهم، يجيبوها من بنك المشكلات. بنك المشكلات ده هو جاي من الثلاثة دول ومن الرابع اللي احنا قلناه في أول الحلقة اللي هو المستهلكين. لما يبقى في عندنا قاعدة بيانات للمشكلات، البحث العلمي هنا ينتج أبحاث مناسبة للمشكلة اللي عايزاه البيئة. تمام. وبالتالي البرامج اللي حضرتك بتسمع عنها اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت أو ار ان دي، الار ان دي جاية من مشكلات حقيقية موجودة في البيئة. مفهوم. مش من اختراع مشكلات، مش من وجهة نظره الباحث العلمي ان انا بعمل كذا. تمام. يبقى ادي البحث العلمي. الثاني الارشاد الزراعي او التكنيكال سبورت، الدعم الفني للاطراف كلها، سواء للمزارعين ولا للسبلايرز ولا للماركتنج، لان كل واحد من دول عايز دعم فني علشان يطلع او يعظم الانتاج عنده بشكل يجيب اعلى ارباح ويجيب اقل فاقد، عشان ما يبقاش نسبة الفاقد. واحنا بنسمع كلنا كتير لمسؤولين كبار في وزارة الزراعة وفي وزارة التجارة يقول نسبة الفاقد في المحاصيل المصرية بتتعدى ال 40 وال 50%. صحيح للأسف. انت عارف حضرتك يعني ايه 50%؟ يعني نص الارض اتزرعت على الفاضي. يعني لو ما زرعتش كان افضل. دي استهلكت مية ومستلزمات انتاج وعمالة وتكاليف نتيجة ايه؟ وترمت. نتيجة ايه؟ نتيجة لانها ما بتلبش السوق في الوقت المناسب، بتتخزن وهي الشيلف لايف بتاعها ضعيف جدا، وبالتالي مش مستحملة التخزين. غياب سلسلة الاي تي في التنظيم، غياب الاي تي، فيش قرار موجود قدام الناس، وبالتالي الحاجة بتخرج في اسواق غلط. ساعات بقى يسموها العرض والطلب، هي مش العرض والطلب، ده كلام كده يبقى حكم ظاهري على الامور، ولكن هي غياب اتخاذ قرارات سليمة. يبقى الدعم الفني احنا كده قلنا خمسة. الرابع الستة الاي تي، لازم يكون الاطراف دي بينهم تكنولوجيا معلومات، ما ينفعش من غير برامج بينهم، ان كل واحد يقول احتياجاته ايه والتاني يسمع والمنتجين يلبوا والسبلايرز يلبوا. فدول لازم يكونوا، وبعدين كل دول بيشتغلوا عند مين؟ عند المستهلك الزبون. فالزبون لازم يخش في المنظومة، عشان احنا يهمنا المنتج اللي طالع يبقى حسب ذوق المستهلك. احنا النهارده لما بنيجي نصدر اي محصول لبره بنقول الذوق الفرنساوي كذا، عايزين عنب نسبه السكر فيه قليله، عايزين، لان هم بياخدوه مش زي عندنا كده مليان سكر، هم بياخدوه مزات وبياخدوه حاجات من كده، فهم ليهم مواصفات في الاكل. انت لازم تلبي ذوق المستهلك، واذا المستهلك معانا في المنظومه. في النص بقى في قلب العمليه دي ان انت تعمل كوبريتيفز او تعاونيات انتاجيه. فلما يجي لك على قاعده البيانات كل الجماعه اللي بيتكلموا مثلا في الطماطم او في البطاطس او في اي محصول او في القطن، فيخش السلسله مزارعين القطن، تجار القطن، سبلايرز القطن، المصانع اللي عايزه القطن عشان تنتج ملابس وتنتج غيره، المستهلكين، ابحاث القطن، واخد بالك، الدعم الفني بتاع القطن. يعني بص احنا لو خدنا اي محصول وعملناه كده هو، يبقى احنا هنا ما بنتكلمش منظومة للزراعة، احنا بنتكلم منظومة بتحكي عن صناعة، تجارة، زراعة، لان المنظومة متكاملة. انت عارف حضرتك السبلايرز دول
مش بيدوا تقاوي واسمده ومبيدات زي ما بيظن كتير من الناس ان الزراعه محتاجه كده. ده بيجيبوا برادات، ثلاجات كبيره، بيجيبوا عربيات، لوادر، جرارات، كاوتش ليهم، بيجيبوا تكييفات، بيجيبوا يعني حياه كامله في قصه الانتاج الزراعي. الانتاج الزراعي طيب احنا فهمنا دلوقتي ارجو ان هو ما يتاخدش على ان هو انتاج محاصيل. بشكرك، احنا دلوقتي فهمنا بس عشان النموذج الوقت في الربط دور الاي تي في الموضوع، علاقه ده ايه بالبيئه؟ علاقه ده ايه؟ انه احنا قلنا في البدايه انه احنا عندنا اجتماعي اقتصادي بيئي. البيئي ان هو ان انت مفيش اي هدر، مفيش اي فاقد في البيئه، في منتجات البيئه، سواء في الانبوتس او المخرجات اللي طالعه من البيئه. يعني احنا ان هو بالتطبيقات للبيئه، يعني احنا شوف هنا مزارع الزيتون في اسبانيا. اسبانيا بالمناسبه حوالي 250 مليون شجر الزيتون. اول زيتونه زرعت في اسبانيا زرعها العرب. يعني حاجه معروف ان احنا بلاد الزيتون فلسطين وتونس ومصر. لكن انا لما زرت اسبانيا في الحقيقه زرت وروني اقدم شجره هناك وقالوا لي ده اللي زرعها اجدادك. اجدادك. العرب. رغم ان حتى في السوق بيجي اشهر حاجه زيتون يقول لك زيتون اسباني. مش الزيتون مثلا التونسي او الفلسطيني او المصري. خلاص الاي دي اختلفت يعني. لكن احنا عندنا ما زال في مصر الزيتون بتاع سيوه يعني ممتاز. والزيتون بتاع الوادي الجديد والواحات البحريه ممتاز. يعني مختلف عن اي زيتون في العالم. في العالم. رغم كده مش واخد الشهره العالميه. لان البروسيسنج بقى، الصناعه. يعني المصانع اللي احنا شفناها هنا، هو اللي في اسبانيا واللي في ايطاليا، المزارع. نستنى شويه بس على الانتاج السمكي نخلص بس الموضوع. يعني المصانع اللي احنا شفناها بره حاجه فخمه جدا، بينما تشوف المعاصر بتاعت الزيتون في مصر حاجه ماساه. يعني كنت اتمنى على مركز تحديث الصناعه الاي ام سي يتبنى قصه تطوير صناعه الزيتون في مصر او زيت الزيتون في مصر، لانه ده ثروه ثانيه اكتر من البترول. يعني اذا كنا بنجري ورا ازاي معلش يعني بطريقه معلوماتيه قول لي ازاي. انا شفت معاصر الزيتون في اسبانيا حتى بالطياره تشوفها تفتكر ان هي حقول نفط، وهي يعني صوامع او مخازن او صهاريج. مفيش كده هنا في مصر؟ مفيش. ولا في تونس؟ تونس في تقدم كبير في الصناعه. انا شفت هناك في تونس وانزرت، وفي تونس العاصمه، وفي بجير اللي هي الحدود مع الجزائر. انا شفت هناك انتاج رائع جدا، خاصه من الغنم وصناعه منتجات الالبان اللي هي من المعز والغنم، ومنتجات الصوف اللي جايه من جز الغنم. لا انا شفت هناك تقدم، لان في تعاونيات قويه جدا. وزير الزراعه او الزراعه في مصر لو اهتموا باداره التعاونيات مصر تتغير خالص. يعني ايه اداره التعاونيات؟ اداره التعاونيات عايزه تكون اداره الكترونيه. من غير اداره الكترونيه لا يمكن. تقصد التعاون ما بين المنظومه اللي حضرتك شرحتها؟ في اداره اسمها اداره التعاون الزراعي في وزاره الزراعه، في اداره مركزيه لكده، وفي الاتحاد التعاوني العام في مصر، وبالمناسبه من اقدم تعاونيات موجوده في المنطقه وفي افريقيا وفي العالم تقريبا. يعني مصر تنظيميا دوله، لكن على الواقع في خلل في التنفيذ. عاوز تتربط الكترونيا. دي مشكله. يعني خدوا مننا الهند واليابان، الهند بالذات خدت مننا التعاونيات من مصر. والهند بقت اقوى تعاونيات في العالم. الهند مطبقه حاجه شبه نموذج ملوك كده هو من سنه 90. علشان هنا في بعض الناس بتقول ان في نسبه اميه وان الفلاح ازاي يستخدم الاي تي. انا بقول ان مصر فيها بنيه تحتيه الكترونيه قوية جدا تستطيع ان هي تنفذ نماذج لتكنولوجيا المعلومات، وتستطيع ان هي تخلي المنتجين ياخدوا قرارات صحيحة. يعني ما فيش قرية في مصر ما فيهاش اي تي، ما فيهاش واي فاي، وما فيهاش ساتلايت. ما فيش قرية في مصر. النهاردة الفلاحين الكبار في السن برضو معهم موبايلات اندرويد، لكن ولادهم الشباب خلاص كلهم متعلمين، كلهم عندهم واتساب وماسنجر وفيسبوك. يعني ممكن توجيه الناس ده هي التوجيه الانتاجي، بدل ما هم بيستخدموا الفيسبوك في الاعلان عن الحالات الوفاه وكل واحد يعز التاني الكلام اللي بيعملوه والافراح والحوادث والكلام ده، هو الحاجات السوشيال
ممكن يخش معاهم في الحاجات الانتاجيه، يعني ممكن مع بعض يعملوا تعاونيات الكترونيه. هو ده الامل الوحيد لمصر. مصر بدون اي تي لا يمكن هتقدر تنظم الانتاج، ولا يمكن حتى هتكافح الفساد، لانه ده لازم اي تي معلومات. في السمك بقى، كان معانا صوره السمك من شويه. السمك في الحقيقه يعني مصر عندها مساحات كبيره جدا مائيه، بحيرات، دي سلسله الانتاج السمك، ودي الكره المتميزه والمتخصصه اللي احنا كنا ناويين نشتغل عليها. برضو زراعه السمك مش مؤتمته عندنا، مش اي تي. ما فيش اي تي في مصر في القطاع الانتاجي. لان احنا كنا نتوقع ان اسعار السمك تقل عن كده كتير في السنين الاخرانيه. طبعا مع المشاريع توقعنا ان يعني يبقى في طبعا. لا ده هي بتعلى. مصر عندها قدره تنافسيه عاليه جدا، وعندنا بحيرات وعندنا بحار كتير، وعندنا نهر النيل، وعندنا شمال مصر بالكامل البحر المتوسط، وعندنا بحيرات كتير. يعني احنا عندنا مساحه مائيه تخلينا مش قصه اكتفاء ذاتي، ده يكون فيه تميز لمصر في موضوع الانتاج السمك. ايه المشكلة؟ لا، في مشكلات في ادارة الانتاج. في مشكلات في الادارة كبيرة جدا، ما عايزة ثورة في الانتاج. لانه لما حضرتك تتكلم مع حد من الصيادين في دمياط ولا في بورسعيد ولا في اسكندرية يقولك البحر فاضي. طب ليه بيظبطوا صيادين بيطلعوا بره؟ مش كتير. صحيح. بنسمع ان هم بياخدوهم ناحيه اليمن ولا ناحيه ليبيا ولا ناحيه تونس. اللي بيخليهم يروحوا بعيد، هو مش حبا في ليبيا ولا حبا في تونس، هو بيطلع بره لانه بره في سمك. مع طبعا تقديرنا ومحبتنا للدول دي. تقصد يعني طبعًا مش محبه ان هو يتعدى على الحدود طبعًا المائيه. هو مش عايز يطلع. هو لو الاكل قدامه ايه اللي هيخليه يروح بعيد؟ يعني المشكلة ان البحر عندنا عايز يتنظم، والاسطول البحري عايز قوانينه تتعدل، لانه ما زال ال 24 ادم اللي هو في القانون ده، هو اللي هو لا يسمح بتخطي الحدود ده، هي ما زال موجود. الناس اتكلمت في القصة دي بقالها بتوع 20 سنة تقريبا، مفيش استجابة. فاحنا عايزين البلد تتقدم، يبقى لازم قرارات تتاخد عشان نستنتج، نساعدوا الناس. يعني في برامج كتيرة، لسه شايف قنوات كتيرة خاصة عمالة بتجيب مشاكل الصيادين ومشاكل الفلاحين ومشاكل اللي بتوع القطن. ايه الحل في كلمة أخيرة عشان وقتنا خلص، في حل الصيادين؟ أنا تكنولوجيا المعلومات هي اللي هتدي لصانع القرار إنه يتخذ القرار السليم، ويبقى مبرره في اتخاذ القرار هو المعلومات الحقيقية الدقيقة، مش اللي جايه مضروبه. شكرا جزيلا خبيرنا الدولي في عالم المعلوماتيه والزراعه والبيئه دكتور مجدي ملوك على هذا الايضاح وعلى ربط او جوازه التكنولوجيا بالزراعه والبيئه. نورتني. اشكرك. شكرا جزيلا. مشاهدينا لازلنا في ادوار تكنولوجيه مختلفه في الزراعه وفي البيئه. بعد الفاصل مباشره ايضا خبيرنا الدولي استاذ مجدي الشرقاوي و تكنولوجيا الاستدامة وأهداف الاستدامة اللي بتتقال دايما في البرامج، لكن لا نعرف ما هي أهداف الاستدامة وما هي المهارات المطلوبة ودور كل شخص في هذا الموضوع، خصوصا الجيل الرقمي. نتواصل بعد الفاصل.